حياته معسكر موطن وصانع. السيادة مجلس الأعضاء معسكر البرلمان مبني غرفتيه عن الوطنية المستقلة الانتخابية. السيد والسادة رؤساء العملية. السيد الوزير لقد عينت على وكلهم باسمه ورفعة مقامه. أمل ويقين أن الولاية هذه سيفريد ولي ولاية البيض الملام هندي وحسفة أول ولاية معسكر. تم تعيين السيد محمد فريد كوالي لولاية معسكر. سي محمد فريد جاء من ولاية مجاورة. الرسالة أننا نريد أن نغير أوضاع بلدنا، ولنا من الإمكانيات ما يعني يسمح لنا أن نحقق هذا، وفي الظروف الوجيزة إن شاء الله على مستوى كل هذا البلد القارة في ولاية وأخرى، مستغلين أحسن استغلال الإمكانيات وخصوصيات كل ولاية. أيها الحضور الكريم، أود وكذلك نستسمحكم جميعا ليرفع من هذا المقام الكريم أستقي آيات العرفان وأسمع عبارات الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي شرفني بثقته التي زادتني إرادة وعزما وحزما، وذلك حين كلفني فشرفني في نفس الوقت بتولي شؤون هذه الولاية العريقة بتاريخها الحافل بالإنجازات والأمجاد والبطولات.